يشكر الله جل جلاله، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: ورد في بعض الآثار أن الله جل جلاله يقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، فلو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، فلو عافيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، فلو أمرضته لأفسده ذلك. ثم يقول الله جل جلاله: أنا رب العالمين، أنا رب العالمين، وأدبر أمور عبادي بعلمي بما في قلوبهم. السؤال: ماذا يعلم الله من قلبي ومن قلبك؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلبك رضا وتسليما وإيمانا أعطاك سبحانه وتعالى.